أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني لمادة التربية الإسلامية من كتاب الصف السابع. إذا قبل أن نبدأ بهذا الدرس لابد من التعريف بالأهداف المرجو تحقيقها اليوم. إذا الأهداف: التعريف بمحتويات الأسبوع الثالث وشرح كيفية ربط هذه الموضوعات مع المواد الأخرى. الموضوع الأول الذي سنقوم بالحديث عنه هو قصة سيدنا موسى عليه السلام. انظر إلى هذه الصورة التي تراها أمامك. هل تذكرك هذه الصورة بقصة من قصص أحد الأنبياء؟ نعم، تذكرنا بقصة سيدنا موسى عندما ألقته أمه في النهر. كيف تلقيه والدته بالنهر؟ هل من أم تلقي ابنها بالنهر؟ نعم، ألقته بالنهر لأنها خافت عليه من بطش فرعون، فقد كان فرعون يقتل كل مولود ذكر يولد خوفا من أن يأخذ حكمه، لذلك ألقته بالنهر وتوكلت على الله تعالى. ولكن شاءت الأقدار بأن يذهب هذا أو بأن يذهب هذا السرير إلى قصر فرعون، وعندما رأته زوجة فرعون أحبته كثيرا وتوسلت إلى فرعون أن تبقيه عندها وتربيه في القصر. كما شاءت الأقدار بأنه يرفض كل المرضعات اللواتي جاءوا لإرضاعه ما عدا والدته، فقد قامت والدته الحقيقية بإرضاعه في قصر فرعون. ثم ماذا حصل يا ترى؟ هل تتذكرون معي؟ نعم، الذي حصل بعد ذلك هو أنه كبر موسى عليه السلام وأصبح شاب، وهو عائد من المدينة في ذات يوم رأى شابين يتقاتلان، رجل من بني إسرائيل ورجل من بني فرعون. والمعلوم أن موسى عليه السلام هو من بني إسرائيل، فأراد أن يبعد الطرفين عن بعضهما البعض، ولكنه أزاح رجل فرعون فأوقعه على الأرض فمات، ولم يكن يقصد قتله. فعندما مات هذا الرجل حذروا موسى عليه السلام بأن يجب أن يهرب، لأنه عندما سيعلم فرعون ذلك سيقتله. وفعلا عندما عرف الخطر الذي يحيط به هرب. إلى أين هرب؟ هرب إلى مدين باليمن، وهنا جلس تحت شجرة لا يعرف أحدا. وعندما وصل إلى نهر ووجد فيه من يسقي إبله، كما وجد فتاتان تقفان على استحياء، فسألهما بكل مروءة وشجاعة عن ماذا ينتظران، فأخبراه أنهما يريدان أن يسقيا الرعاة، ولكنهما ينتظران الرجال أن تنتهي. فقام سيدنا موسى عليه السلام لمروءته وشجاعته بالسقاية عنهما، ثم شكراه وعادا إلى والدهما شعيب عليه السلام وأخبراه بما حدث، فطلب منهما أن يذهبا ليناديه حتى يشكره على ما فعل. فذهبا فعلا وحضر، ثم قص لسيدنا شعيب قصته، فطلب منه سيدنا شعيب أن يعمل أجيرا عنده وأن يزوجه إحدى بناته لأنه أحبه كثيرا. وفعلا هذا ما حدث، وقد بقي هناك 10 سنوات. ثم أراد أن يعود إلى بلده لأنه قد اشتاق لها، فطلب من سيدنا شعيب ذلك وأن يصطحب معه زوجته وأبنائه، ولم يعارض شعيب ذلك. أما الموضوع الثاني الذي سنقوم بالحديث عنه وآيات سورة الشورى تلاوة وتطبيق لأحكام التجويد، سأقوم باختيار بعض الآيات للاستماع إليها والتدرب عليها من موقع تنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين.
ذلك إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. تعمدت وضع بداية الآيات حتى تستمع إلى الحروف المقطعة التي سنتحدث عن معانيها في القرآن الكريم. أشكر استماعكم أعزائي الطلاب، وأراكم في دروس قادمة. دمتم بخير.